أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان لها أن قوة من مقر فوج الحماية والحراسة بشرت بتفتيش قرية المزرعة في قضاء بيجي، وعثرت على 5 عبوات ناسفة محلية الصنع، وعلى جلكان مملوء بمادة متفجرة، و4 بطاريات مختلفة الأنواع، و3 مقذوفات قاذفة ضد الدروع، وبين أنه تم تفجير الكتس تحت السيطرة. بيان القيادة أضاف أن القوة ذاتها توجهت لتفتيش قرية السمرة في ناحية العلم، وعثرت على 4 مقذوفات قاذفة ضد الدروع، و3 عبوات ناسفة، و4 حشوات دافعة ستر الله، وعبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز مملوءة بمادة الكلور، و6 مساطر وحزام ناسف وخراطيش عتاد، وعبوة ناسفة بشكل سبحة بطول 10 أمتار معدة للتفجير، وصاعق قنبلة رمانة هجومية، و4 بطاريات مختلفة الأنواع.